السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في معنا جيمس يوكن SLT 2014. طبعا هذه أعلى فئة اللي هي فئة الفل كامل، اللي يجي الفيش حقتها فيش كبير فيش عريض. تم تركيب شاشة أندرويد رود ماستر، طبعا آخر إصدار إصدار 10. هذا اليوتيوب اللي بدون إعلانات، وتم تشغيل جميع أنظمة الوكالة. هذا اللي هو مهم، الأهم شيء نحن شغلنا على جميع أنظمة الوكالة. هذا تحكم الدركسون، هذا علامة البيبان، هذا الكاميرا الخلفية، طبعا بدون تجريح أي سلك. يعني تم ترهيمها على الكاميرا مع الشاشة السقف، تم ترهيمها بأسلاك خارجية بدون تجريح أي سلك. وهذا الشاشة أمامكم، هذا خرائط الجوجل ماب، برضو خرائط بدون نت، خرائط الأيجو، كذلك اليوتيوب اللي بدون إعلانات يشتغل معنا في الخلفية، كذلك إمكانية كذلك اليوتيوب اللي بدون إعلانات. الآن نجربها الآن ونشغلها يشتغل معنا في الخلفية. هذا شغال اليوتيوب، طبعا جاي مع الديكور. هذا الديكور الآن واضح معنا الآن، هذا الديكور طبعا لون مقارب للون الوكالة، أقرب لون الوكالة. كذلك الشاشة الخلفية اللي هي شاشة السقف. طبعا في بعض الجموس يجي LTZ. الآن نشوف الشاشة الخلفية، هذه هي الشاشة الخلفية شغالة معنا ما شاء الله تبارك الله، يعطي خيرها ويكفي شرها إن شاء الله. طبعا هذا ما حبينا نطلعكم عليه اليوم. أرجع اشترك في القناة ومتابعة كل جديد. أخوكم أبو لؤي، 0572 9 3 7 2.